السلام عليكم خوتنا الفلاحة. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاول نهضروا على واحد المسألة اللي هي الجني المبكر لشجرة الزيتون، الأهمية ديال الجني المبكر. كما كتعرفوا أن الجني المبكر لشجرة الزيتون عنده واحد الأهمية كبيرة، اللي هي أن الشجرة ديال الزيتون كترتاح ملي كتحيد عليها الحب، فشجرة الزيتون بحالها كتريحها، فهمتي؟ فلذلك كنصحو الفلاحة أنهم يحاولوا يجنيو الزيتون ديالهم بكري باش يخليو الشجرة ترتاح العام الجاي. يعني إلى جنيت الزيتون بكري كتخلي الشجرة ترتاح، وبهذا راه كتعطيك منتوج في العام الجاي، كتعطيك واحد المنتوج اللي هو مزيان. وإذا أخرتي الجني للشجرة ما كتعطيكش في العام الجاي منتوج مزيان، يعني بحال داك الزيتون كيمص لهذوك المواد اللي فكما قلنا راه هاد الحبوبات ديال الزيتون الا ما تجناوش بكري كيبقاو يمصو دوك المواد المغذية ديال الشجرة. يعني خاصنا نحاولو نجنيو الزيتون بكري باش نحاولو نخليو الشجرة ترتاح العام الجاي. ومن بعد جني كما كتعرفو راه كتجي هاد العملية اللي هي الزبرة، يعني من مورا جني مباشرة كنزبرو الشجرة. بالنسبة للزيتون الصغير كنخليو شجرة على عود واحد، بالنسبة للزيتون الكبير كيتزبر على حسب، عنده واحد الطريقة خاصة كيتزبر بها. يعني واخا كنحيدو هادوك لي بورجو اللي كيشرب اللي كياكلوا الماء وكياكلوا دوك المواد المغذية، راه كنخويو الشجرة مثلا من الوسط. المهم كنديرو لها واحد لاطاي اللي هي مزيانة. من بعد الزبارة راه كتجي الأشغال الحرث مثلا والتسميد، يعني من مباشرة من بعد الزبارة راه كتجي الحرث، وكيجي مورا اللي بغى يدير الغبار راه كيدير الغبار، اللي بغى يدير تسميد الارض يعني لي زونغري دو فون راه كيديرهم. المهم ضروري انك تسمد الشجره في هذيك الوقيته، يعني حيت الشجره كانت حامله، كانت فيها الحب، كانت استنزفات بزاف ديال الطاقه ديالها. يعني من مورا داكشي راه كنعاودو نخدمو الشجره العام الجاي. واحد المسألة أخرى اللي خاصنا نبهو بها الفلاحة، اللي هي الأهمية الكبيرة ديال لي زونغري دو فون. راه شحال من واحد كيعتمد غير على التركيبة المناسبة. لي زونغري فولير راه عندهم واحد الأهمية كبيرة، في حيت كيساعدو الشجرة على الامتصاص ديال الإنبيكا. يعني راه هما اللي بحال قلتي كيحلو الشهية للشجرة. يعني واخا دير الشجره لي زونغري دو فون، يعني الامبيكا راه ما تقدر تستافد منه وتقدر ما تستافدش. يعني بهذا راه كنعاونو لي زونغري فولير. لي زونغري فولير مهمين جدا، اللي منهم العناصر الصغرى. وكنتمنوا من الجميع التوفيق، واللي وصلوا اللي وصل عنده هذا الفيديو هذا يخلي لنا واحد جيم وتعليق ولا باش يبقى يوصلوا كل جديد، والله يوفق الجميع.